أنا أمي الطفلة صور رضوان، صور الحمد لله رب العالمين. انولدت فاقدة عينها، انولدت بعين واحدة، ومن يوم انولدت وإحنا بنسافر فيها وبنركب لها عين صناعية كل شهرين. فمن يوم أجت الحرب لحتى الآن ما سافرناش فيها، والبنت فقدت عينها، توقعت عينها القزاز اللي مركبين لها إياها أثناء النزوح، بننزح من مكان لمكان بنجري مش عارفين وين فقدتها البنت. وهلقيتها كتير متأثرين في جو الخيام، وبعدين فيش سفر إنه نسافر فيها، قد فيش معابر، والبنت بتحتاج تركيب عين صناعية ضروري جدا، لأنه صار عندها ضمور في العين وصار عندها انكماش في الوجه، فبتحتاج إنه نركب لها عين صناعية. فعشان هيك بنناشد العالم إنه يطلع لها البنت وينقذوا هالبنت ويطلع على أطفال غزة كلهم. هاي إحنا عايشين في الخيمة على أساس إنه الدار كلها الخيمة، منها غرفة، غرفة نوم، ومنها مطبخ، ومنها حمام الله يعزكم، ومنها صالون، ومنها كل إشي. هاي هنا بنحط أغراضنا، هنا بننام، طبعا بننامش الليل من النمل والحشرات والبعوض. وعندي بنتي هذه بدخل في عينها النمل فكتير بتتأثر، يعني طول الليل بتصحى يا ماما عيني يا ماما عيني. وجو الحرارة والشوب يعني بأثر كتير على الطفلة وعينها. فنتمنى إنه الكل ينظر لنا بعين الرحمة إلنا وللبنت، وينظر لأطفال غزة إن شاء الله كلهم يا ربي. هي كانت البنت تاخد قطرات وتاخد علاجات ومسكنات، فهلقيت ولا إشي منه متوفر. يعني حاولنا كتير إنه نوفر لها، يعني الحمد لله مش قادرين، كمان إحنا ماديا مش قادرين نوفر لها، ولو توجد العلاج مش قادرين نوفره. بدها أكل، بدها شرب، بدها حليب، كان إلها تاخد حليب يوميا، تاخد أكل معين، فلقيت كله يعني مش متوفر، يعني الحمد لله رب العالمين. بس كثير البنت حالتها ساءت، في بتصحى في الليل كثير كثير البنت شوبانة، عينها بتجعها، الحرارة بتأثر على العين وبتأثر على البنت، وصابها حساسية وحرارة في جسمها فكتير بتتأثر يعني. والدبان كمان بيجي على العين لأنها كتير بتقدي وكتير بتطلع صفار، فبتكوم الدبان عليها. والنمل بيجي كمان بتكوم، يعني الله يعزكم بتكوم يعني على المكان الوسخ، لأنه كتير بتقدي وكتير بتطلع مادة صفرة من العين. هلقيت البنت أول إشي إحنا بدنا نركب لها عين صناعية، يعني أهم إشي، لأنه البنت كل ما لها عينها يعني بتفقدها يعني، وأنا بدي أحافظ على العين الثانية، بديش تفقد العين الثانية، وبتحتاج أكل. نوجه رسالتنا للعالم أجمع، يعني إنه انظروا على البنت بعين الرحمة، وانظروا لأطفال غزة بعين الرحمة، يعني إحنا ملناش ذنب، إحنا يعني كل اللي بدنا إياه إنه أطفالنا تعيش وإحنا نعيش وخلاص. هذا جبنا لها إياه إنه للبعوض وللحساسية، وهذا الله يعزكم للحم اللي طلع لها، اللي هو قالوا لنا احتمال إنه جرب، يعني من قلة النظافة ومواد التنظيف الحمد لله فصابهم جرب. وهذا مقوي حديد عشان عندهم فقر دم صار وضعف دم، جبنا لهم فقر حديد لصواره لأخوتها. وفي كتير علاجات يعني احنا مش قادرين نوفرها، يعني هذه بنوفرها جزء بسيط، يعني كتير في مش قادرين نوفره. انا نازح من غزة، جيت من غزة على المغازي، قعدت 3 شهور، بعديها دخلوا المغازي شردنا، رحنا على رفح، قعدنا في رفح برضو 5 شهور، وقعدنا في رفح وصرنا نجيب للبنت العلاج لعينها، فما لقيناش يعني أطباء ولا أي حدا يعني للبنت علاج، فكل ما البنت عينها بتصغر يعني وبتضمر، وإحنا صار عنا بدنا تتعالج البنت. يعني أمورنا صارت صعبة، وجو الخيمة وانخنقنا ونزحنا من روادنا من رفح، جينا على الدير، وضعنا يعني في الدير خيمة وشوب كتير ومستحملش حالنا، صرنا أولادنا كلهم حرارة وحب وحساسية وكتير، يعني صرنا في معاناة كتير يعني صعبة جدا. وأخذها على مستشفيات يقولوا لي يا عمي المعابر مسكرة، اروح انا عند دكتور يقول لي والله ما في دكاتره لقيت يعالجوا البنت، يعني كل ما البنت
امورها بتصعب، وجهها بضمر، عينيها عينها بتصغر عينها. وهذه احنا البنت يعني سوريتنا، وقبل الحرب يعني كانت تطلع كل 6 شهور على القدس على سون جون، يعني كانت يحطوا لها ركبوا لها عين صناعيه، وعلى سبه انه في قبل الحرب تطلع على القدس. فهنا الامور صعبت، يعني صار لها لقيت يعني 9 شهور، والبنت كل ما لها بتصعب اكثر، عينها تضمر ووضعها صار صعب يعني في عينها. واحنا مش ملاقيين، كل مره بنروح بيقولوا لنا بس يفتح المعبر، بس يفتح المعبر، والامور كل ما لها بتصعب مع البنت، تحتاج لقيت انه توسيع عين، وبدها عين صناعيه، وهذه الامور احنا مش قادرين نوفرها. يعني كذا مره جرينا وقالوا لنا بس تخلص الحرب. والامور يعني بدنا البنت يعني كل ما وجهها بضمر، الظروف الصعبه واحنا عايشين فيها يعني اثرت على اولادنا وعلى البنت، وصار يعني حساسيه في الاولاد ونجربوا، والحياه صارت صعبه جدا جدا. الشوب لا نستحملش حالنا، الواحد صار عصبيته كثيره يعني، وفرنا حالنا يعني. احنا بنقول وقتيش تخلص الحرب، يعني كل يوم ندعي بنقول يا رب تخلص الحرب، واحنا تعبنا كثير كثير يعني، الامور زادت عن حدها. احنا بنطالب يعني المؤسسات الدوليه تتدخل، العالم يتدخل وينظر لنا بعين الرحمه، يعني انه الوضع يعني صعب جدا جدا، بدنا يوقف الحرب، ويوقف شلال الدم. الامور يعني كل ما لها بتزداد سوء، اولادنا لا علم لا دراسات، يعني صاروا الاولاد جهلة من كثر فيش دراسات يعني يقروا يتعلموا. الامور كل ما لها بتزداد سوء سوء جدا، يعني ننظر خلي العالم تنظر لنا، يعني تنظر لنا العالم، يعني البنت كثير بدها علاجات وبدها عين صناعيه، بدنا يعني الناس ينظر العالم كله يشوف البنت سوار، وضعها صعب جدا، تقوم لنا في الليل تصيح، ترتخي البنت، مرات نلاقيها دبلانه، يعني بدها علاجات، بدها تغذيه، بدها اكل وشرب، حليب، حتى فيش الحاجات الحليب عندنا متوفره. فالامور كل ما لها بتزود سوء مع البنت، يعني في الليل النمل الحشرات في الليل كله بيجي علينا، والامور بتتصاعد مع البنت سوار. يعني امور الطفله هاي كل يوم شوبان، وكل يوم الشوب كتنكت الموت، يعني عارفين نغسل، بنغسل في الاسطول، وبنغسل في حتى الحمام، هاي الحمام إن حمام الله يعزكو، يعني الدواب تعيشش فيه الحمام، يعني الواحد مضطر، يعني الامور هذه صعبه جدا صارت عندنا كثير. فيش نظافه، يعني النظافه صارت صعبه كثير عندنا، فيش ولا شامبوات ولا صابونه ولا حاجه الواحد ينظف على حاله كويس من كثر الحشرات والنمل والرمل. هاي حالنا، الله يعين، ايش بدنا نسوي؟ بدنا العالم ينظر لنا ويشوفوا ايش اللي احنا بصير فينا، يعني قاعدين بدنا يوقفوا على الحرب ونعي عاد كف، يعني 10 شهور واحنا في هالحال هذا اندبحنا، ونقول يا رب احنا توقف الحرب هذه.